بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى الابد امين. سلام ونعمه ومحبه رب المجد يسوع معكم ايها الاحباء المباركين. كل سنه وانتم طيبين. اولا عيد استشهاد الشهيد العظيم القديس فيلوباتير مرقريوس ابو سفين، عيد استشهاده النهارده الموافق يوم 25 هاتور 4 ديسمبر. بركة شفاعته وصلواته تكون معاكم ومعانا جميعا، وإن شاء الله بنعمة المسيح لقائنا معاه يوم الاثنين في اجتماعنا الأسبوعي القديس أثناسيوس الرسول للإيمانيات بنعمة المسيح. لكن شخصية اليوم يا أحبائي هي من ضمن الشخصيات التاريخ الكتابية اللي مذكورة في الكتاب المقدس. لو تذكروا في بداية هذه الرسائل كنا اللي بدأت يوم 2/11 في الشهر الماضي، كنا أخذنا تساؤل من أي عينة أنت، وتكلمنا عن شخصيات في 4 أنواع من العينات أو من الأنواع البشر اللي ليهم بداية وليهم نهاية. اللي يحب يرجع إلى هذه الرسالة يوم 2/11 يقدر إن هو يعرف السلسلة أو الرسائل اللي احنا ماشيين فيها. شخصية اليوم آسى الملك، وآسى الملك اللي كان ليه جانبين في حياته، البداية بتاعته والنهاية بتاعته. آسى الملك مذكور عنه في سفر ملوك الأول أصحاح 15 وعدد 9 و10. يقول عنه الكتاب المقدس: في السنة 24 لـ4 عام ملك إسرائيل ملك آسى على يهوذا، يعتبر هو ملك يهوذا، وملك 41 سنة، ملك في مدة الملك بتاعه 41 سنة. اسم أمه معكة ابنة أبشالوم، أبشالوم اللي هو ابن داود، يبقى إذن جده يعتبر جده داود. عشان كده نلاقي الكتاب المقدس يقول لنا في عدد 11: وعمل آسى ما هو مستقيم في عيني الرب كداود أبيه، اللي هو جده من ناحية أمه. آسى عمل المستقيم أمام الله. عمل إيه؟ لو نرجع لملوك إسرائيل أو ملوك يهوذا نلاقي أنه في كان في حاجة اسمها المرتفعات، كان في حاجة اسمها الأصنام، كان في حاجة اسمها المأبونين اللي هم مضاجعي الذكور، كل الحاجات دي كلها موجودة. يقول عنه الكتاب المقدس: وأزال المأبونين من الأرض ونزع جميع الأصنام التي عملها آباؤه حتى معك أمه. وهنا دي هنشوف عمل ايه، ودي رسالة لينا نتعلمها: حتى ان معك امه خلعها من ان تكون ملكة. ليه؟ لانها عملت تمثالا لسارية، يعني صنم، وقطع آسى تمثالها واحرقه في وادي قدرون. يبقى اذن ملخص نلاقي ان هو عمل كل ما هو مستقيم امام الله زي داود جده، حتى وإن في هذا الأمر لم يجامل على حساب وصية الله، حتى ولو كان الأمر مع أمه وخلع أمه من إن هي تكون ملكة. وده لعل يذكرنا بيوم رسالة يوم الأحد الماضي: من أحب أبا أو أما أو أخا أو أختا، اللي قال عنا سيد المسيح: فلا يستحقني. آسى عمل هذا الأمر، أزال أمه عن الملك. الحاجة الوحيدة اللي كانت في آسى، ودي ما كانتش ليها تأثير في الأول: وأما المرتفعات فلم تنزع إلا أن قلب آسى كان كاملا مع الرب كل أيامه. عمل حاجة حلوة كمان تاني، بداية كلها حسنة في حياة آسى الملك. في عدد 15 يقول لنا كده: وأدخل أقداس أبيه وأقداسه إلى بيت الرب من الفضة والذهب والآنية. عشان كان
عشان كده كان عنده ايه نوع من البركة. الله باركه لما لان قلبه كان كاملا ولم يحتفظ باي شيء من الاقداس بتاعته او اقداس بتاعة ابوه الا ان دخل الى بيت الرب. الجانب الاخر في حياة آسى لسه ما زلنا في البداية بتاعته. آسى نلاقي بعد كده في اخبار الايام تكمل أو بتفصيل أكتر في أخبار الأيام 14-4 آسى طلب من شعبه يهوذا إن هم يطلبوا الله حسب الشريعة. في أخبار الثانية أصحاح 14 وعدد 4 يقول كده: وقال اليهوذا أن يطلبوا الرب إله آبائهم وأن يعملوا حسب الشريعة والوصية. كملك كأب أو تطبيق في حياتنا كأب كأم علينا ان احنا باستمرار زي ما قال الكتاب المقدس في سفر التثنية: اذكر وحفظ اولادك، او اكتب هذه الاشياء على جوانب بيتك عشان تعلمها وتقصها لاولادك. عمل حاجة حلوة ايضا كانت من خلال عمل الله او من خلال بركة الله في ملوك الثاني اصحاح 14 وعدد 7 يقول كده: مملكته كانت في سلام. يقول عدد 7 وقال اليهوذا لنبني هذه المدن، لأنه كان في ملك طلع عليهم وقال كده: لأننا قد طلبنا الرب إلهنا طلبناه فأراحنا من كل جهة فبنوا ونجحوا. وكانت النتيجة طبعا أنه صارت مملكته في سلام. طلع عليه واحد اسمه زارح الكوشي من الكوشيين، وطلع عليه بمليون جندي، لكن طبعا عشان البداية والعمل الله في حياته انتصر عليهم آسى. والكلام ده مذكور في أخبار الأيام الثانية أصحاح 14 وعدد 15 نلاقي شجعوا عزرية ابن عبيد النبي وجدد مذبح الله. وفي عدد وفي أصحاح 17 رب يهوشافاط ابنه في طريق الرب. كل دية كانت بداية حسنة، كل دية علامات يعني في حياة مميزة في حياة آسى الملك. لكن الجانب الآخر حصل إيه في نهاية حياته؟ أولا في أخبار الأيام الثانية أصحاح 16 لما آسى انتصر على العدو بتاعه أخذوا الغرور. ودي دايما الإنسان اللي هو لما بيرجع الفضل كله في حياته سواء أيا كان السبب، نجاح، ملك، أملاك، أي شيء في حياته، جمال، أي شيء بيرجعه لنفسه، لكن بياخدوا الغرور، وعشان كده أغواه الشيطان ودخلوا الغرور. آسى نسى الرب إلهه، ودي حتة مهمة يا أحبائي. الإنسان ممكن يكون في حياته قلبه كاملا مع الله، لكن لما يترك الإنسان نفسه للشيطان اللي تكلمنا عنه امبارح من الفخ اللي بيصطاد به الشيطان ينسى الرب إلهه. حصل إيه؟ في أخبار أيام الثاني 16 وعدد 2 يقول كده كتاب مقدس: وأخرج آسى فضة وذهبا من خزائن بيت الرب وبيت الملك وأرسل إلى بنهدد ملك آرام. اللي حصل إنه في واحد اسمه بعشة ملك إسرائيل طلع على آسى الملك عشان يكون في حرب. آسى ضعف إيمانه، نسى الرب إلهه، قام حب إن هو اتكل على مين؟ اتكل على ذراع بشر، اتكل على أرسل إلى بنهدد ملك آرام، وحاول ان هو يبعث له نوع من الذهب وفضة عشان يغريه وعشان يجي معاه. وفعلا كانت النتيجة ايه؟ انتصر او جاء ملك آرام. لكن للأسف جاء في عدد 7 في نفس الأصحاح أخبار الأيام الثانية عدد 7 جاء واحد اسمه حناني الرائي قال له كده: جاء إلى آسى ملك يهوذا وقال له: من أجل أنك استندت على ملك آرام ولم تستند على الرب إلهك، لذلك قد نجا جيش ملك آرام من يدك. ألم يكن الكوشيون واللوبيون جيشا كثيرا؟
فمن أجل أنك استندت على الرب دفعهم ليدك. لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه. بدل ما يعترف آسى بالخطأ بتاعه لحناني الرائي، للأسف شوفوا الخطية لما تقود الإنسان من درجة إلى درجة، ينسى الرب إلهه، يتكل على ذراع بشر، حتى لما يجيه صوت الله ليه يقول له كده: فغضب آسى على الرائي ووضعه في السجن لأنه اغتاظ منه من أجل هذا. وكانت يبقى إذن تطور في نهاية حياة الإنسان اللي يترك طريقه مع الله ويسهب في طريق الشيطان. يحمينا ربنا يا أحبائي. آخر حاجة في آسى يقول كده: وضايق آسى بعضا من الشعب في ذلك الوقت. الأمر اللي هو كان في الأول كانت مملكته في سلام وما كانش فيه حروب، لكن للأسف بعد كده حصلت مضايقات. نهايته كانت إيه؟ آسى أدبوا الله بمرض في رجليه واشتد عليه المرض، ويشوف ودي تاني مرة تاني صوت من الله. وده بنقول عليه يا أحبائي إنه الإنسان يحزن روح الله القدوس. بدل ما يطلب الله في المرض بتاعه طلب الأطباء، ودي مش حاجة وحشة، لكن لجأ للأطباء في الأول وما لجأش إلى الله. اعطي للطبيب مكانا زي ما بيقول الله في سفر يشوع ابن سيراخ، والسيد المسيح يقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لكن إنسان كان قلبه مع الله أفضل يتعامل يتكلم مع ربنا في الأول ولا يتكلم مع الأطباء. لحتى جات في أنه الله أدبه بهذا المرض، والنتيجة كانت إيه؟ في مرضه أيضا لم يطلب الرب بل الأطباء، ثم اضطجع آسى للأسف مع آبائه، يعني نهاية سيئة في نهاية آخر حياته. الأغرب من كده يا أحبائي يقول كده: وضجعوه في سرير كان مملوءا أطيابا وأصنافا عطرة. وإيه اللي يفيد الإنسان لما يفقد الإنسان طيب محبته لله ويكون عنده الأطياب الأرضية أو الشهرة أو المكانة أو الملك أو المال؟ ده كله يفيد به الإنسان؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ودي نتيجة الإنسان الذي يترك طيب محبته لله. عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى زي ما حصل مع سليمان، لكن الله تحنن على سليمان، وهنا كان عايز يتحنن على آسى ويرسله رسالة مرتين لكن لم ينتفع. ليت الله يعطينا يا أحبائي زي ما قال الكتاب المقدس: من له أذنان للسمع فليسمع. نسمع صوت الله، نسمع الروح صوت الروح القدس، فلا تكون لنا هذه النهاية السيئة الشريرة. يحمينا ربنا. لإلهنا كل المجد والإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين.